جلال العياري مدير مدرسة حي النجاح الدامجة بمنزل بورقيبة. احنا دخلنا في منظومة الإدماج من وقت اللي وضعته الدولة، تبقى ما كانش أمور ماشية كما يلزم لحد ما عملنا شراكة مع المنظمة الدولية للإعاقة، وكانت العملية انطلقت أن حسسنا الأولياء، حسسنا أولياء التلاميذ هذوما، ثم حسسنا الأولياء الآخرين اللي كانوا يرفضوا أن ولدهم يقرأ مع طفل في وضعية إعاقة. شركنا الأطراف الكل بما في ذلك الإدارة نتاعنا، المندوبية الجهوية للتربية، مندوبية الصحة، الشؤون الاجتماعية، لسبيسياليستك لزيغو العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي العلاج الطبيعي، الكل شركناهم، المنطقين والكل، وانطلقنا في مشروعنا ابتداء بتكوين المعلمين اللي هما كانوا ما همش ما عندهمش حتى دراية، ما عندهمش حتى أدوات للتعامل مع هكذا أطفال في وضعية إعاقة. حسين التزاوي هو الشقيق التوأم لسي عبد الله، واللي ما نجحناش معاه للأسف لأن كنا في بداية خذيت أنا واحد من الناس المدرسة. سي حسين هذاك جاء سموني، فهمني، جاء تولد قبل وقته، فهمني، هو وخوه عند التوام معناها في تونس، فهمني، يجي خمسة ستة حالات في تونس، هو ما نجموش لا يعملوا له لا عملية ولا عدس، معناها يعني نجم كان بالمرايات برك. يجلس في المكان الأول، يعني موقعه استراتيجي بالنسبة للقسم الكل. إضافة حس الدعم لحسين في كتابة الحروف والمقاطع تسهل لي أنا عملية الكتابة ومعناها مكتسبات، خاصة في مادة قواعد اللغة، لأنه طول عمره هم اللي يقرأ ما هوش يشوف في الكتابة في السبورة، ونحن نتعسفوا عليه ونحبوه يكتب ونملوا عليه. الإملة بالنسبة لحسين ليس مثله مثل بقية التلاميذ الآخرين، يعني نقوم يا إما بسد فراغات، ملء فراغات، أو في بعض الأحيان أنه يربط بسهم، ونحن نفضل خاصة أنه يكتب. وبالفعل معناها أعطتنا نتائج فريمون معناها مبهرة، لأنه الطفل يعرف يجاوب بالصحيح، لكن وقت اللي يكتب لنا بالغلط وما هوش ذنبه. يعني نقرأ كيف التلامذة، نشارك في التلامذة، نعبر، نستنطق يعني العبارة ليك، نجاوب، نسأل. أنا نحب نولي معلم. انطلقنا بصفر تلميذ مدمج في البداية، ما عاد خذينا ملهم وآمنة في البداية ومعاهم مؤمن. بعد ولا عندنا خمسة تويكا، عندنا عشرة تلامذة في وضعية إعاقة اللي هما مدمجين في المدرسة عندنا هنا.